بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. هل ممكن يطول عمر الإنسان في القرن الحالي الذي نعيشه، القرن 21؟ هل ممكن يشهد أن عمر الإنسان يبقى أطول من القرن اللي فات بدرجة ملحوظة جدا؟ يعني هل ممكن الناس أو معظم الناس أو غالبية الناس تشوف أحفاد أحفادها؟ إيه الحكاية بقى اللي عندنا؟ وهل عمر الإنسان فعلا بيطول؟ يعني هل ده حقيقة؟ ده حقيقة فعلا، لان احنا قبل سنة 1940 قبل اختراع المضادات الحيوية والبنسلين والكلام ده، كان الامراض بتصيب الناس وبتجتاح الناس وبتقتلها يعني قتلا، فكان متوسط عمر الانسان بين 40 و50 سنة، يعني كان قلة كبيرة جدا اللي تصل الى سن 60. معظم الناس بتموت بين 40 و50 سنة، ومعظمها بالامراض الكوليرا والتيفود والطاعون والأمراض اللي هي البكتيريا المعدية دي. بعد اختراع المضادات الحيوية بدأت سن الإنسان أو متوسط عمر الإنسان يزيد ويوصل للستينات ويوصل للسبعينات متوسط العمر الإنسان، ومع تقدم الطب الرهيب بدأ عمر الإنسان يزيد أكتر بكتير جدا. إحنا في القرن اللي إحنا فيه ده داخلين على منعطف يعني لا يمكن تخيله، منعطف الشفاء من كل الأمراض أو معظم الأمراض اللي بيعاني منها الإنسان واللي بتؤدي إلى تقصير العمر بتاعه. تعالوا بينا نشوف يعني هل هناك معمرين في وقتنا الحالي؟ إحنا بس بنشوف يعني أكتر ناس شفناهم الناس اللي في سن 90، يعني شفنا مؤلفين، بعض المؤلفين زي حسنين هيكل حاجة و90 سنة، زي الرئيس حسني مبارك 92 سنة، زي عندنا كمان الملكة إليزابيث الثانية رئيسة بريطانيا، دي تخطت 92 سنة أو أكتر، ودي بقى يعني مش شافت يعني أحفادها زي حسني مبارك قبل ما يتوفى شاف أحفاده اللي هم أولاد جمال وعلاء، ولكن دي شافت أولاد أحفادها، يعني عندها الأمير هاري ده تزوج وأنجب، والأمير ويليام تزوج وأنجب، وأمير هاري والأمير ويليام دول أحفاد الملكة إليزابيث الثانية. فيعني اللي بيعيش لسن 90 سنة وهم ليسوا بكثرة دول في الغالب بيشوفوا أولاد أحفادهم. طيب هل ممكن بقى إن الواحد مش يشوف بس أولاد أحفاده، لا، أولاد أحفاده اللي يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا وهو يشوف أولادهم ويمكن أولاد أولادهم كمان ويعيش معاهم فترة طويلة؟ هل العلم بيتوقع ذلك؟ هل ذلك مستحيل في القرن اللي احنا فيه ده؟ طيب يعني أحب أقول لك حاليا إن عندنا أكتر من 500,000 إنسان تخطى سنهم 100 سنة عايشين دلوقتي، في 500,000 واحد حاليا على وجه الأرض في الكرة الأرضية سنهم أكتر من 100 سنة، يعني 100 سنة 101 102 وأكبر واحدة معمرة عايشة حاليا اسمها كان تناكا، دي واحدة يابانية سنها 118 سنة، يعني احتفلت بالعيد الميلاد بتاعها 118 سنة السنة دي، وبتتمنى انها تعيش اكتر من كده ل 120 سنة، يعني الواحد بقى 118 ولسه نفسه يعيش كمان يوصل ل 120، ويمكن لما توصل ل 120 كمان تقول لك انا عاوز ابقى 130 و140. بيقولوا ان اطول واحدة عمرت على في العصر الحديث بتاعنا ده هي ست فرنسوية اسمها جين كامبل، والست دي عاشت 122 سنة و164 يوم، يعني حسب انهم لها باليوم، والست دي يعني كان عندها بنت واحدة وماتت حتى في عهدها، وجوزها مات وهي عايشة، وكل أسرتها ماتت وهي عايشة لغاية ما وصلت لسن 90، فديت يعني عاشت لدرجة ان بعد سن 90 قاعدة في الشقة بتاعتها في وسط باريس في حتة فخمة جدا من المساكن اللي هي يعني في وسط البلد، فواحد من الجماعة الطماعين قال لها انا وهي عاوزة تعيش طبعا ما عندهاش حد بقى يتعيش يعني يصرف عليها خالص، اتفق معاها ان هو ياخد الشقة بتاعتها بإيجار شهري 2500 فرانك سويسري، ده والفرانك يعني بتاع العملة اللي عندهم في فرنسا دي تقريبا فرانك ولا حاجة زي كده، اتفق ان هو يديها 2500 يعني وحدة في الشهر، مقابل ان هي لما تموت ياخد الشقة له،
وكان متوقع انها يعني 92 93 سنه هتعيش قد ايه، يعني هتعيش لها سنه ولا حاجه ولا اتنين، فهو هيدفع له مبلغ صغير وياخد شقه فخمه جدا يعني في وسط البلد، وبعد كده يبيعها باغلى الاسعار. حظه التعيس ان الراجل ده يعني فضلت الست عايشه سنه واتنين وتلاته وعشره، يعني من هي عندها 92 سنه لغايه عندها 122 سنه، فضل يدفع كل شهر ال 2500 دولار دول، او ال 2500 يعني العمله بتاعتهم بتاعت فرنسا، فضل يدفع كل شهر لغايه ما دفع قد حق الشقه دي مرات ومرات، والست عايشه ويعني ما ماتتش غير لما هو تقريبا يعني كان هينتحر. فبيقول لك ان انا من اسوأ الناس حظا، وهي من اكتر الناس حظا ان لقت اللي يصرف عليها بالعقد وما يقدرش يتهرب من الحكايه دي. دي اطول واحده، جين كامبل دي مع اطول ست معمره يعني على وجه الارض. ولكن دول ستات، ومعروف ان الستات احنا قلنا في حلقه قبل كده ان الستات بيعيشوا فتره اطول كبيره جدا من الرجاله، لكن هل في يعني رجل عاش فتره طويله جدا؟ في واحد، ولكن بيشك في تاريخ ميلاده، لان الراجل ده اندونيسي، وهو بيقول ان يعني هو توفى ويقال انه توفى عن عمر يناهز 147 سنة. شهادة ميلاده اللي طلع في اندونيسيا طلع سنة 1870، وهو مات سنة 2017، ولكن بيشك في تاريخ ميلاده، لان يعني شهادات الميلاد في اندونيسيا طلعت سنة 1900، فهو لما طلعت 1900 سجلوه بتاريخ 30 سنة سابقة، يعني خدوا الناس اللي عايشة كل واحد ادوه سن كده وقالوا له ايه انت شكلك 30 خد اكتب 30. فبيشك في التاريخ يعني، فهم ما دخلوش موسوعة جينيز لأطول الناس أعمارا نظرا للشك، بعض الشك في تاريخ ميلاده. ولكن جميع هناك بيؤكد ان هذا الرجل ولد سنة 1870 ومات سنة 2017، عاش حوالي 147 سنة، وده يعتبر اطول معمر من الرجال على وجه الارض. طيب احنا قلنا ان في نص مليون واحد حاليا عنده فوق 100 سنة وعايش على الكرة الارضية. لكن في القرن اللي احنا فيه، مواليد هذا القرن، الناس اللي بتتولد حاليا واتولدت من فترة بسيطة واللي هتتولد في الفترة الجاية، هل سنهم هيبقى يعني يتخطى 100 سنة؟ والسؤال يعني جماعة أهل العلم الباحثين في موضوع أعمار البشر دي اختلفوا بدرجة كبيرة جدا، فجزء كبير جدا منهم بيقولوا لا، إن في حد أقصى لعمر الإنسان لا يمكن أن يعني يزداد عنده الإنسان، وإن دي حالات شاذة، وإن لا يمكن أن عمر الإنسان يزيد عن كده. الأقلية من العلماء بتقول لك لا، عمر الإنسان ممكن يفضل يطول أكتر، وتبقى الغالبية من الإنسان تبقى 100، وممكن تبقى 120، وممكن تبقى 150، وممكن تبقى 200، يعني لا يوجد حدود قصوى لمتوسط عمر الإنسان. وبتستشهد بكده أن متوسط عمر الإنسان عمال بيزيد مع تقدم العلم والبحث العلمي والعمليات التقدم في الصحة. فيعني احنا عشان يعني احنا كمسلمين عشان نحسم الحكايه دي، انا يعني مع الناس الراي ان متوسط عمر الانسان ليس له حدود. فمثلا عندنا يعني قديما كان يعني سيدنا نوح والناس اللي في عصره كانوا بيعيشوا اعمار تتخطى الالف سنه، فده يعني موثقه في الدين وفي الاخبار اللي وردتنا في الديانات السماويه، ان اهل سيدنا نوح وبداية الخليقة كانوا بيعيشوا مئات السنين إن لم يكن آلاف السنين، والله أعلم. وفعلا برضو نستشهد بأن متوسط عمر الإنسان عمال بيزيد. فالكلام ده استدعى واحد من أكبر علماء الإحصاء والرياضة في العالم، مش في أمريكا بس، يعني راجل عالم رياضيات من أكبر معظم الجماعة المتخصصين في الرياضيات يعرفوه، اسمه أدريان إي رافتر. أدريان إي رافتر ده راجل أصلا أيرلندي وهاجر لأمريكا، أو أمريكان خدوه الله أعلم، وبيعتبر من أكبر علماء الرياضة في العصر الحديث، عنده آلاف الأبحاث، وعنده أكتر من 32 خريج دكتوراه، معظمهم أساتذة في جامعات كبيرة. والراجل ده يعني حب يحسم الخلاف ويقول أنا دلوقتي يعني هل أنا مع الناس اللي بتقول أن متوسط عمر الإنسان هيفضل يزيد؟ وفعلا هنلاقي يعني في هذا القرن هنلاقي 130 سنة دي، معظم الناس 130 سنة ومعظم الناس 120 سنة، ولا الكلام ده كلام خرافة؟
فطبعا استخدم معادلات رياضيه يعني غايه في الدقه، واستخدم فيها حاجه نظام حديث كده اسمه بايزن، او هجيب اسمه دلوقتي، اسم المعادلات الرياضه، انا مش متخصص في الرياضه. استخدم عمليه رياضيه دقيقه جدا اسمها بايزن في حساب معدلات الوفيات، يعني خد معدلات الوفيات من بلاد كتيرة جدا، معظمها البلاد المتقدمة، وبدأ يحسب نسبة النمو في متوسط عمر الناس. فطبعا وصل لنتائج يعني دقيقة جدا عن متوسط عمر الإنسان في المرحلة القادمة، وطلعها بالأرقام، فقال لك إن بنسبة 100% بنسبة 100% هيحصل إن رقم 122 بتاعة الست كالمنت دي، جين كالمنت ده، هيتكسر. الرقم ده هينكسر وهنتخطاه ونتعداه، وان عدد كبير جدا من البشر هيتخطوا 122 و124 و125 و127 وهيصل الى 130. عند 130 هيبدأ المعدل يقل تدريجيا لغاية ما 135 140 سنة تبدأ نسبة احتمالات ان الناس توصل للسن ده تقل. ده طبعا من معدل الوفيات اللي هو موجود حاليا وبياخده من الاحصائيات ويجيبه. لكن انا باكد لك يعني مع احترامي لكلام الراجل ادريان رافتر ده، لانه مبني على حاجات علميه ومبني على حاجات، اكد لك انه هو ما دخلش عوامل التقدم العلمي اللي جايه. يعني احنا كل يوم بنشوف اشياء يعني معجزات علمية جديدة، وبعضها انا بتكلم عنه في الحلقات دي، وبعضها لسه هتكلم عنه كمان، معجزات احنا داخلين عليها هتؤدي الى يعني القضاء على معظم الامراض التي تؤثر على الانسان. فالعوامل دي ما دخلتش في حساباته في المعادلاته. فانا عن نفسي اتوقع ان عمر الانسان العادي، الانسان هيبقى الشباب بتاعه هو 100 سنة، هيبقى 100 سنة يقول لك يعني ده لسه في عز شبابه، وان 120 و130 دي هتبقى المعظم الناس، ده الموست كومن، وان في اخر هذا القرن قد تصل اعمار الناس الى 140 و150 و160 سنة، وقد تصل الى اكثر من ذلك. وان يعني اتوقع ان في القرون اللي بعد كده كمان هيصل الانسان الى يعني شبه القضاء تماما على كل مسببات الوفاة اللي هي العادية، يعني مش الحوادث والكلام ده. وده تنبأ به الرسول وقال لك يعني ان لكل داء دواء الا السام، او اللي هو الموت، يعني زي القتل، واحد يقع تحت قطر ولا يتقتل باي طريقه، لكن كل ادواء داء يعني داءات البشر وامراض البشر سيكون لها علاج وشفاء تام. وده تنبؤ، والقيامة هتقوم على الناس اللي هي يعني في الآخر تقدمت علميا بدرجة كبيرة جدا، وزينت الأرض وخلتها يعني حاجة وقدرت عليها خلاص، وقدرت على أسباب الموت، وذلك هتقوم عليهم القيامة. والقيامة يعني يمكن يوجلها الله، لأن احنا بنموت، احنا كده بنموت، يعني وفيات بتحصل يوميا وخلافه، فلا داعي لقيامة القيامة لأن البشر يموتون. ولكن والله أعلم قد تقوم القيامة على بشر لا يموتون، وقد وصلوا إلى مستوى علمي ضخم وأصابهم الغرور الشديد بأنهم قادرون على الأرض وقادرون على يعني التغلب على جميع أسباب الموت، وأنهم أصبحوا أقرب إلى الخلود. مشكلة كبيرة جدا في موضوع ده إيه؟ المشكلة الكبيرة في الموضوع ده ان الادوية والعلاجات والطرق المستحدثة حديثا دي اللي الانسان بيبتكرها هي ذاتها بفلوس. يعني انت عشان تاخد مثلا الحقنة اللي هتعالج المرض الفلاني، ولا الدواء اللي هتعالج المرض الفلاني ويشفيك منه تماما وبالتالي تعيش فترة اطول، كل ده هيبقى بفلوس. فاذا يعني سيكون هناك صراع رهيب على المادة وعلى الفلوس من اجل البقاء، وستكون الأغنياء أطول عمرا وأكثر صحة من الفقراء، وده مشكلة كبيرة جدا. ولكن قد يكون المستقبل عندهم أو أهل المستقبل عندهم حلول لهذه الأشياء. ده بالنسبة لأدريان إي رافتر الذي يتوقع أن يطول عمر البشر في القرن الذي نعيشه وليس في القرن القادم، ويتخطى 100 سنة و120 سنة في هذا القرن بمعادلات وحسابات دقيقة جدا جدا. وإحنا هنحط البحث بتاعه هنا في المصدر للجماعة بتوع الرياضيات اللي عاوزين يرجعوا له. ده بالنسبة للحلقة دي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.